ودائما يبدو الاحتفاء بمناسبات وطنية كهذه خاصة في جدة تاريخية مختلف. زميلنا مراسل الإخبارية في جدة عبد الله الخريجي يحدثنا عن أجواء جدة التاريخية. في البداية مساء الخير عليك جبريل، ومساء الخير على مشاهدي الإخبارية ومستمعي إذاعة الإخبارية. بالفعل جبريل، لو تحدثنا عن هذا اليوم، يوم الذي يسبق اليوم الوطني، استعدادات كبيرة، احتفاء بالوطن، احتفاء بالعز والشموخ، وأيضا المآثر الكبيرة التي كانت من خلال الأجداد وبعدهم الأحفاد في تقديم الصورة المشرفة عن المملكة العربية السعودية. كما نعلم أن المملكة خلال 93 السنة الماضية بعد تأسيس جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، كان هناك إنجازات وعمل كبير. تخليد هذا اليوم، يوم 23 من سبتمبر، الذي يأتي فيه استذكار لأبرز المآثر التي كانت في الماضي. نتحدث عن إنجازات كبيرة، نتحدث عن حراك اقتصادي وتنموي وحراك تعليمي كبير خلال الفترة الماضية. أيضا نتحدث عن إرث تاريخي تملكه المملكة العربية السعودية، من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. نتحدث اليوم من جدة التاريخية التي تحمل هذا الإرث التاريخي، جدة التاريخية التي فيها الأجداد، التي فيها الإرث الكبير للمملكة العربية السعودية. نتحدث عن احتفالات وأيضا تنظيم كبير من أمارة منطقة مكة المكرمة، أمانة مدينة جدة. نتحدث عن استعدادات كثيرة وعروض سوف تنطلق في الواجهة البحرية وأيضا في جدة التاريخية. ولكن أيضا نتحدث عن عمق هذا اليوم، نستذكر فيه أهم المآثر التي كانت خلال الفترة الماضية، المنجزات التي كانت خلال الفترة الماضية أيضا، وماذا سيكون في المستقبل الذي نعمل عليه في المملكة العربية السعودية برؤية طموحة، رؤية المملكة 2030 التي هي وضعت لبيناتها الأولى خلال السنوات الماضية. والآن نشهد الحراك الكبير من جدة التاريخية. الآن جدة التاريخية تشهد نهضة كبيرة ببرنامج واعد، برنامج طموح تحت مسمى برنامج الأمير محمد بن سلمان لجدة التاريخية، وهناك حراك كبير. ولكن اليوم الوطني يأتي فيه استشعار للأطفال، للكبار، للصغار على هذا اليوم وأهم المآثر فيه. ولكن نتحدث بشكل مفصل مع ضيفنا وضيفكم، وهو الدكتور زيد الفضيل، وهو مدير برنامج أبحاث الخليج. في البداية دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا في الإخبارية. لو تحدثنا عن أهمية اليوم الوطني، ما هي الأهمية لهذا اليوم وإحنا نستشعر هذه الإنجازات خلال 93 السنة الماضية؟ أهلا بك أخي عبد الله، أهلا بالأستاذ جبريل هناك في الرياض، أهلا بأهلنا في المملكة العربية السعودية والمقيمين، أهلا بأهلنا في الخليج وفي العالم العربي. ويعني نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولأنفسنا وللوطن هذا اليوم المجيد الذي نحتفي فيه. ما في شك أن هذا اليوم يوم مهم جدا، هو يوم تذكيرنا بالحياة، يوم تذكيرنا كيف كنا وكيف أصبحنا. كنا مشتتين مفرقين، أصبحنا موحدين. كنا نعيش فجوات فيما بيننا البين، بالرغم من أننا نجتمع على أرومة واحدة وعلى دين واحد، ولكن كنا نعيش تلك الفجوات الكبيرة، الفجوات التي ليست بين مدينة ومدينة، بل ربما بين قرية وقرية. أصبحنا اليوم أمة واحدة مندمجة مع بعضها البعض، تلاشت الفروق. لا تستطيع اليوم أن تميز بين إنسان يأتي من أقصى جنوب المملكة العربية السعودية ومواطن آخر زميله وجاره في أقصى الشمال، وكذلك في الشرق وفي الغرب. أصبحت لنا سمة واحدة، هذه السمة هي السمة السعودية، بثقافة واحدة، بلهجة واحدة، بلغة واحدة، بعادات وتقاليد. تقريبا تجانست هذه العادات والتقاليد وأصبحت تمثل شيء. أعتقد أن هذا قيمة عظمى يجب أن نحتفي بها، إضافة صحيح. إلى الأمن الذي نحن فيه، إضافة إلى النماء الاقتصادي الذي نحن فيه، إضافة إلى كثير من هذه القضايا التي نحن فيها والتي تستحق منا أن نحتفي فيها. احتفاءنا اليوم هو تذكير لأبنائنا أنه ترى يا أولاد، انتوا جايين ولقيتوا النت ولقيتوا اشياء كثيره جدا، بس انتوا لازم تعرفوا، وخاصه انا مثلا، انا اكبر من قليلا جيلي، انا لحقت الماضي ولحقت يعني جيل مخضرم تقريبا، فنحن ندرك المسافات. انا ادرك عندما كنا نذهب الى من الرياض الى الطائف، عندما درست الجامعه في الرياض وكنا نغادر الى الرياض، كيف كان طريق واحد، اليوم اصبح مسارين ومزدوج. كيف كنا نذهب الى المدينه المنوره، كيف كان طريق واحد، اليوم انت تستطيع أن تمشي، وأنا قلتها في أحد اللقاءات، أن تمشي من نجران في أقصى جنوب المملكة العربية السعودية إلى تبوك في أقصى شمال المملكة في خط
دولي مزدوج هاي واي من نجران مرورا بخميس مشيط أبها وصولا إلى الباحة إلى الطائف إلى المدينة إلى جدة إلى المدينة المنورة إلى تبوك أو حتى إلى القصيم أو حتى إلى حائل أو إذا أردت أن تذهب من الطائف. يعني أصبحت المملكة تعيش هذا الربط الجغرافي، هذا الربط الاتصالي، وهذا كله لم يتحقق إلا بجهود الملك عبد العزيز الذي يسره الله لهذه البلاد. فهذه قيمة تستحق منا أن نستذكرها. صحيح. يعني أعتقد وأن نحتفي بها. طيب دكتور، يعني نتحدث إحنا في منطقة تاريخية، ربط الماضي بالحاضر وبمنجزاته، نشاهد أيضا أنه هناك أجيال تأتي إلى هذه الأماكن التاريخية تستحضر المنجزات التي كانت في الماضي وأيضا تربطها بالحاضر وكيف كانت التنمية والحضارة. كيف ترى الربط بين الماضي والحاضر مع التطور الذي قائم في المملكة وأيضا استشعار اليوم الوطني والاحتفاء بهذا اليوم؟ صحيح. يعني أولا نحن في جدة التاريخية ونحن نسجل من بيت تاريخي بالمناسبة، هذا البيت وبيت الشريف المهنة، وهذا البيت استقبل طلعت حرب. في هذا البيت استقبل طلعته، وبالمناسبة طائرة نزلت أمام هذا البيت. أمام هذا البيت كان سور جدة الشمالي، وأمامه كان مدرج أشبه ما يكون بمدرج طيران، وأنا أكلمك في النصف الأول من القرن العشرين. وطلعت حرب وأحد القيادات صانع النهضة الصناعية في مصر، هذا كلام في عام 1930 وفي تلك المرحلة. فجدة التاريخية هي أحد المدن التي تنتمي إلى 1400 سنة، والذي دشنها وجعلها ميناء رسمياً لمكة المكرمة كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان كما نعلم في سنة 26 للهجرة. الواقع أن وجودنا في هذا المكان ووجودنا في جدة التاريخية من أجل أن نؤكد أننا ننتمي إلى بناء حضاري. صحيح. أننا لسنا أمة منبتة. عجبني سمو الأمير سلمان في حديثه بالأمس مع قناة فوكس نيوز عندما قال نحن لسنا لونا واحدا، العالم ينظر إلينا في الجغرافيا أننا صحراء، ويتكلم ويقول لك الصحراء السعودية. قال لهم نحن لدينا جبال ثلجية وستكون فيها ألعاب شتوية قريبا. صحيح. ولدينا سهول ولدينا أودية ولدينا غابات ولدينا جبال ولدينا منجزات حضارية. في حديثه مع معالي الدكتور خليل الإبراهيم وهو أحد الآثاريين يعني من الجيل الذي خلف الدكتور عبد الرحمن أنصاري، نتحدث عن آثار تعود إلى 1010 قبل الميلاد إلى 1006 قبل الميلاد. نحن نتحدث عن بناء تاريخي موجود في الجزيرة العربية التي تمثلها اليوم المملكة، لأن المملكة تمثل 4 أخماس الجزيرة العربية. صحيح. وبالتالي نحن نتحدث عن بناء حضاري، هذا البناء الحضاري نحن نشهده، هذه العظمة التي نحن فيها هي نتاج لهذا البناء الحضاري. إنسان الجزيرة العربية اليوم هو ابن لإنسان الجزيرة العربية في الماضي. الملك عبد العزيز كان نموذجا لهذا الإنسان القوي ورجاله والفريق الذين كان معه كانوا نموذجا لهذا الإنتاج الحضاري، لهذا البناء الحضاري الذي تعيشه المملكة. نحن صحيح نحتفل بثلاثة وتسعين سنة، لكن في واقع الآن نحن نحتفل بأكثر من 93 سنة. هي 93 سنة من الوحدة في عهد الملك عبد العزيز، في عهد الدولة السعودية الثالثة التي هي امتداد للدولة السعودية الأولى. وبالمناسبة الدولة السعودية الأولى هي نفس جغرافية أو نفس حدود الدولة السعودية الثالثة التي نحن في كنفها اليوم. احتفاءنا هو بهذا المنجز الحضاري. هذا المنجز الحضاري ما كان ليكن، الجزيرة ترى كانت مقطعة، الحسا كانوا لوحدهم وكأنهم عالم آخر، جزيرة الوحدة هناك منفصلين في الشرق كأنهم لا يمتون بصلة إلى الغرب، وكأن الغرب لا يمتون بصلة إلى الجنوب، وكأن الجنوب لا يمتون بصلة إلى الشمال، جزر منفصلة عن بعضها البعض بالرغم من أنهم كلهم أبناء أرومة واحدة، نحن عرب وأبناء دين واحد، كلنا مسلمون في كل الأحوال. صحيح. وثقافة واحدة، قالوا صفوا صفين، قالوا احنا اثنين الجزيرة العربية احنا أبناء ثقافة واحدة كلنا، لكن كنا مفرقين. عندما جاء الملك عبد العزيز ووحدنا، وهذا كان أول توحيد حقيقي من بعد الخلفاء الراشدين، وجعلنا نكتشف بعضنا البعض ونكتشف أن هذا أخويا وهذا ابن عمي، أيضا اكتشفنا المآثر الحضارية التي لدينا والمآثر التاريخية التي لدينا والتي هي بناء. اليوم مثلا منحوتات الجمل على سبيل المثال في الجوف هي امتداد لي وأنا هنا في جدة. كذلك الآثار في الأخدود أو الآثار في آبار حما في جهة نجران، يعني آبار حما وهي النقوش دخلت اليونسكو في كل الأحوال، هي من ضمن الذي دخلت اليونسكو، هي امتداد لي وأنا في وسط الجزيرة العربية وأنا في الرياض. صحيح. لأنه في النهاية هو جدي ذلك الذي كان يعيش في هذه الأرض قبل مئات السنين، هو مر من تلك الأرض. صحيح. النهاية نحن أبناء أولئك، فنحن امتداد لهم. صحيح. وهذا يعطينا زخم كبير جدا. دكتور،
دكتور زيد، يعني نتحدث، يعني انت ذكرت عرجت على الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز له دور كبير، نتحدث عن ثلاثة عقود من عملية الوحدة، بدأت بدخول الملك عبد العزيز للرياض، ثم توحيد نجد، ثم توحيد المنطقة الشرقية، ثم الحجاز. دور الملك عبد العزيز في صناعة هذا التوحيد، طريقة هذا التوحيد، كيف عمل الملك عبد العزيز على تأسيس هذا التوحيد والوصول بمملكة موحدة فيها الأمن، فيها استتباب الأمن، أيضا فيها الاقتصاد المزدهر، وأيضا نتحدث عن شركاء من الأجداد، من المحاربين الذين عملوا مع الملك عبد العزيز وساعدوا ليكون هناك دولة سعودية موحدة. شوف، للأمانة، وأنا لا أقول هذا لأني سعودي ولا أقول هذا لأننا نبث من قناة سعودية، أنا أقول هذا بصفتي مؤرخ وبصفتي منهجي وأتحدى. وأنا لي كتاب، أنا تشرفت، أنا لي كتاب اسمه حكاية أمة ومولد شعب، تشرفت كذلك بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض قدم لي خطابا يزكيني في هذا الكتاب ويشكرني على هذا الكتاب. أنا درست قادة كثير باعتبار أنني في التاريخ. ممتاز. فنحن ندرس هؤلاء القادة وندرس الملوك وندرس الزعماء عبر التاريخ. وأنا يعني أزعم أنني درست التاريخ من 1003 قبل الميلاد، في رسالة الماجستير حقي كانت دلم في 1003 قبل الميلاد. خلال هؤلاء تجد أن القادة قليل في العالم. صحيح. أحد أبرز هؤلاء القادة في القرن العشرين كان الملك عبد العزيز، أحد خامس خمسة ثالث ثلاثة كان الملك عبد العزيز. القيادة التي تبناها الملك عبد العزيز هي ليست جميل، هناك كاريزما، هناك وضوح رؤية عند صحيح. الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز ما حكم أو ما قاد الناس من باب الاستفادة، هو قاد الناس من باب الاحتواء ومن باب أن تكون لديه رؤية فيشكل هذه الدولة. جميل. ولذلك جميل. احتوى كل الناس، احتوى خصومه قبل أن يحتوي أعداءه. هذا الاحتواء هو الذي أسس هذا البلد وصارت المملكة. دكتور، هو الوقت أو الحديث معك ممتع جدا لكن الوقت هو ضيق. شكرا لك دكتور على هذه أو هذه المعلومات اللي ذكرتها لنا، واحتفائنا باليوم الوطني ولا لابد أن يكون بهذه الصورة وبهذه المجالات. شكرا لك دكتور. شكرا. زيد الفضيل الذي كنت ضيفنا في هذه النافذة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. شكرا لك. كما شاهدنا جبريل كيف كانت هي الاحتفالات في مدينة جدة وبالأخص في جدة التاريخية لاستحضار هذا المجد الكبير للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وتوحيدها على يد الملك عبد العزيز طيب الله وثراه، وكيف كانت هذه المنجزات وهذه المآثر للرجال الذين شاركوا مع الملك عبد العزيز واستحضار هذه المآثر وهذا العمل مع الأجيال القادمة. هذه أبرز المشاهدات لدينا جبريل، والعودة إليك. شكرا جزيلا لمراسلنا من جدة التاريخية عبد الله الخرجي.